أكد أحدث تقرير للمرصد الاقتصادي المصري لمتابعة أبعاد الأزمة المالية العالمية، أكد على استمرار تحسن الأداء الاقتصادي خلال شهر يونيو الماضي وتواصل انحسار التداعيات السلبية للأزمة على اقتصاد البلاد. وأوضح التقرير الذي أعدته وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وكلية الاقتصاد والمركز المصري للدراسات الاقتصادية على أن غالبية المؤشرات قد تحركت بشكل إيجابي في اتجاه التعافي. وجاء في مقدمتها مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي الذي سجل 116 نقطة و17 نقطة.